أن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي قتل أحدهما في سبيل الله وأخر الآخر بعده سنة ثم مات. قال طلحة: فرأيت في المنام الجنة فتحت، فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل الأول فعجبت، فلما أصبحت ذكرت ذلك فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى بعده 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة لصلاة السنة؟